أعمال تبريد طبقة الأساس إلى شارع علي بن ياقطين أو المعروف شعبيا بشارع بشار. نتحدث عن تهيئة قبل التبريد ومن ثم ما بعد التبريد إن شاء الله. طبعا المباشرة اليوم بأعمال تبليط طبقة الأساس في شارع بشار السايد الأول من جهة سوق البصرة ضمن مشروع مناقصة 24. طبعا العمل يتم تحت إشراف كوادر قسم المشاريع في ديوان محافظة البصرة. بالنسبة للمشروع سوق البصرة أستاذ رياض يتضمن عدة فقرات، منها أعمال البنى التحتية وأعمال البلدية. بالنسبة لأعمال البنى التحتية أنهيناها بالكامل، من بعد انتهاء هذه المرحلة إن شاء الله سوف تتم المباشرة فورا بأعمال البلدية في سوق البصرة. طبعا أعمال البلدية أيضا بها عدة فقرات، منها متقابلوات الكهرباء ورصف المقرنص والمسقفات، وأيضا هناك واجهات حضارية وبوابات رئيسية للسوق. فإن شاء الله أستاذ رياض بالأيام القادمة إن شاء الله بالأيام الجاية إن شاء الله راح تشوفون سوق البصرة بحلة جديدة، سوق نموذجي يليق بأهالي البصرة جميعا. أستاذ نور، هذا الشارع تقريبا عرضه شقد؟ هل تمت إضافة مثل توسعة به أو ما شابه؟ بالنسبة ضمن أعمال البلدية توسعت الشارع، شارع بشار طبعا كانت في جزرة وسطية بعرض مترين، لغينا الجزرة الوسطية ونفذنا بكيربر بعرض 50 سنتيم، فانضافت هذه المترين توسعة للشارع. أستاذ رياض راح يكون بهذا بالجزرة الوسطية إنارة إن شاء الله ضمن مشروعنا، هو ضمن مشروعنا تبليط شارع بشار السايدين مع الإنارة. هذه طبعا من بعد انتهاء مرحلة أعمال البلدية اللي هو رصف المقرنص بسوق البصرة، المرحلة النهائية إن شاء الله تبليط السايدين في شارع بشار مع الإنارة. أستاذ نور، تعرف هذا الشارع وسوق البصرة بالعموم هو يعني منطقة شعبية تعتبر مكتظة بالأسواق وخصوصا البساط وما شابه، شلون قدرت تلافون هكذا أمور يعني حتى تهيئوا التبليط؟ أستاذ رياض بالحقيقة يعني صعوبة كبيرة احنا واجهناها بسوق البصرة، لأنه أنت تعرف سوق البصرة هو سوق قديم، سوق حضاري، زخم الناس، تواجد الناس به على طول، فهذه صعوبة بالنسبة لنا يعني عانينا. وأيضا المعوقات اللي واجهناها بالسوق من أصحاب البساطي والمتجاوزين، وأيضا أسلاك الكهرباء العشوائية، وأيضا الانهيارات اللي واجهناها بالسوق. فحقيقة احنا بالنسبة لنا كشركة منفذة بسوق البصرة، عندنا سوق البصرة يعني هو حرب أستاذ رياض. لكن نقول إن شاء الله مشت الأمور بشكل إيجابي تدريجي، إن شاء الله المراحل الصعبة أنهيناها بالكامل. تبي توصل تبليط يعني السيطرة على الأمور كلها يعني، وأعمال البلدية اللي هو رصف المقرنص إن شاء الله المراحل، إن شاء الله هذه المراحل سهلة، المراحل الصعبة أنهيناها بالكامل إن شاء الله. هذا الشارع تم خدمته بالبنى التحتية كمياه مجاري ومطرية؟ هذا بالنسبة أكيد أستاذ رياض، طبعا تم تنفيذ خط مجاري وخط أمطار هنا في شارع بشار، ومن بعد ذلك اليوم باشرنا بأعمال تبليط طبقة الأساس في شارع. مشروع سوق البصرة أستاذ رياض هو كله مقرنص يعني مقرنص. أي مقرنص، مقرنص بجودة عالية يعني، معمل ألماني راح يكون فتشي نموذجي خاص شوارع يعني البصرة أزقة، لأن تعرف سوق البصرة هو كله أزقة، فراح يكون كله مقرنص، فقط هو تبليط شارع بشار السايدين مع الإنارة. اليوم هذا إن شاء الله يكمل تبليط يعني. إن شاء الله اليوم طبقة الأساس تكمل بالكامل إن شاء الله بشارع بشار، ومن ثم طبقة الفاينل تكون بعد كم يوم؟ هذه بعد انتهاء أعمال البلدية بسوق البصرة تتم المباشرة بطبقة تبليط طبقة الإكساء في السايدين في شارع بشار. إذن سادة نور شكرا جزيلا، إذا تحب توصل أي معلومة بخصوص عملكم اليوم وبخصوص المشروع بشكل عام يعني إلى أهالي منطقة أو سوق البصرة يعني.
والله هو المعلومة أنتم تعرفون أنه مشروع سوق البصرة هو من المشاريع المهمة في محافظة البصرة من بعد انتهاء المراحل الصعبة حاليا المباشرة بأعمال البلدية. فأقولهم إن شاء الله بالأيام الجاية راح تشوفون سوق البصرة سوق نموذجي سوق محلة جديدة يليق بأهالي البصرة جميعا إن شاء الله. بالمؤمل إنجاز المشروع يعني في عموم العمل شو راح تنتهي المشروع؟ والله هو مشروعنا استاذ رياض المده مالته سنتين، احنا اكملنا حاليا 8 أشهر والمتبقي سنه و4 اشهر، فان شاء الله احنا اقل من هذه المده ان شاء الله يعني في عموم العمل نقدر نقول نسبه من والى نسبه العمل تقريبا تقريبا 70% والمتبقي 30% ان شاء الله. اذا شكرا جزيلا مره ثانيه استاذ رياض. الله استاذ رياض اهلا بك. الله يحفظك. الله يخليك.